هنتعرف مع بعض على ازاي تسوي اللحمة، حتى لو كانت معاكي لحمة كندوس كبيرة ازاي تسويها بسرعة وبكل سهولة، وفي نفس الوقت هتاخدي احلى شوربة منها، ما شاء الله الريحة هتجيب معاكي اخر الشارع. تابعوني وهتعرفوا كل التكات بتاعتي في سلق بسم اللحمة. الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنسلق مع بعض اللحمة بطريقة حلوة قوي، هتخلي الشوربة معاكي ولا أروع من كده. أول حاجة هنسخن حلة كده حلوة على النار من غير أي مادة دهنية ومن غير أي حاجة، وبحب أنا أدي للحمة صدمة كده لتشويحة. تمام، كمية اللحمة اللي عندي بكون غسلها كويس وانزل بيها في الحلة على طول وهي سخنة، شايفين الايه الدخنة اللي طالعة دي، البخار اللي طالع ده او السخانة دي، انا عايزة السكة دي. تمام، بحب انا اشوحها كده على الناس من غير اي مادة دهنية ولا اي حاجة، تابع الخطوات بتاعتي دي وان شاء الله باذن الله هتاخدي احلى شوربه من اللحمه المسلوقه. تمام، هتغير بس لونها وبعد كده هقول لكم هعمل ايه. هفضل اقلب فيها كده لغايه لما ايه لما تغير لونها. تمام، واضحة. هقلب فيها كده لما تغير لونها وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا بقى خلاص نزلت ميتها وكمان شربت ميتها تاني، مسكت خالص اهي وغيرت لون. هبتدي انزل ايه بقى، بصوا انت ممكن ده اختيار، انا هنزل بمعلقه كده من الزبده، ده اختياري. تمام، انا بحب يعني طالما عندي زبده احب ادخلها كل حاجه اللي هي الزبده الفلاحه، سمنه تبقى عالي احسن من الزبده كمان، بس تكون سمنه يعني فلاحي من بلدي، فانا متوفر عندي زبده فانا هحط الزبده كده كتير. وبعد كده هننزل لما طلع زبده محمد. بصوا بقى انا ما بحبش اكتر كتير بهارات، يعني البهارات الكتير ما بتبقاش بصراحه حلوه، يعني بتخلي الشوربه كده طعمها يتغير. تمام، فالاساس بتاع اللحمه اللهم صل على محمد قرفه، حاجه بسيطه كده من البهارات، السبع بهارات والفلفل الاسود، اللهم صل على محمد، ورق لورا وحبهان وكام حب عود كده من القرنفل. تمام كده اهو اللي انا هنزل كده. كمان اهم حاجه في اللحمه اللي هي جوزة الطيب، هاخد بصيتين كده من جوزة الطيب. بتبقى اوفر قوي كده في البهارات بصراحه، ما بتبقاش حلوه الشوربه معاكي، بتغير طعمها على طول، فانا ما بحبش اكتر البهارات. بصي البهارات الاساسيه بس تحطي، يعني ما تجيش بقى بحاجه وصفه زي دي تحطي بقى ثوم باودر وبصل باودر وحاجات كده تانيه كتير، لا لا. تمام، هجيب بقى البصل، المفروض كنت هحط البصل قبل التوابل بس انا نسيت بصراحه، هجيب البصل مش مشكله. بصوا قطعت بصلتين اهما، اي تقطيع انت حباها، واحطهم على قلبهم ريحتين معلقه. طيب هقلب كده مع اللحم. تمام كده هبتدي انزل بقى بايه، اللهم صل على سيدنا محمد، دول فصين كده من الثوم انا عاملاهم كده مقطعاهم، انا ما بحبش الشوربه شوربه اللحمه بالذات احط ثوم ايه مفروم او ثوم كده يكون لا انا عايزاه يكون ايه سليم زي ما هو كده، او اقطع منه يا دوب يدي نكهه كده بسيطه، وما بحبش انا الثوم في الشوربه بتاعت اللحمه بالذات، يا دوب عايزه نكهه كده بسيطه بس من الثوم. تمام كده خلاص اللحمه اتشوحت مع البهارات والبصل والثوم وبقت تمام التمام. هبتدي انزل بقى الطماطمتين كده نعصرهم. تمام، في ناس ما بتحبش تحط طماطم على الشوربه،
بس انا بحب احط ايه طماطمتين كده بخاط يدي لون بس كده للشوربه، لون يكون محمر شويه، ما بحبهاش بصراحه تكون ايه شوربه بيضه كده، يعني عايزاها تكون محمره بس شويه كده لها لون خفيف. تمام، فانا بحط بس الطماطمتين دول، اسيب بقى اللحمه تاخد وتدي مع الطماطم شويه. تمام، وبعد كده ازودها ميه واهدى عليها بقى خالص. بصوا بقى في حاجه نسيت اقولها لكم، انا عايزه احط شويه سكر على اللهم صل على محمد على اللحمه دي. ليه بقى؟ اهي شويه سكر. ليه بقى؟ عشان اللحمه بتاعتي لو كبيره انا مش ضمناها بصراحه، مش عارفه اذا كانت ايه ان هي هتستوي بسرعه ولا لا. تمام، اذا كانت كبيره ويعني عجوزه كده هتغيب في الطياف، فشويه السكر دول هيطيبوها بسرعه. وكمان حاجه مهمه ان تخلي اللحمه تستوي معاك بسرعه، اول ما تبتدي تزودي الميه والميه تغلي تقومي مهديه عليها كده شمعه. تمام، هدي النار على اللحمه بتاعتك وما تخافيش، ما تقلقيش، ما تقوليش انا مستعجله وهعلي النار عشان تستوي بسرعه، لا بالعكس، لما تهدي النار هتستوي بسرعه عن ما تكوني معليه النار وعن تجربه. جربيها وما تخافيش من التكه دي، وشويه السكر اللي احنا حطيناهم مش هيعملوا اي، يعني مش هتبقى لا شوربه معاكي مسكره، لا بالعكس، انت هتحط شويه الملح برده في الاخر، الملح مش هحطه غير في الاخر، هيعادل الطعم معاكي وهيبقى تمام التمام. تمام كده، يبقى احنا كده عرفنا ايه اللي هيسرح سوى اللحمه بتاعتك. اولا انك تحط شويه سكر، يعني ايه معلقه صغيره كده. تمام، ثانيا ما تحطش الملح غير في الاخر خالص لما تلاقي اللحمه قربت خلاص تستوي، فضلها يعني مثلا دقيقتين ثلاثه وتستوي خالص، تبتدي ان انت تحط في شويه دول الملح. تمام، تاخد كده خمس دقايق كده تغلي مع الملح مع اللحمه، يبتدي يشرب الملح بتاعه ويبقى كويس. تمام، انما لو حطيت الملح في الاول هيبطئ سوى اللحمه. تمام، يبقى احنا حطينا سكر، مش هنحط الملح غير في الاخر. وخطوه مهمه كمان انك تهدي النار، تخليها بس بعد ما الميه تغلي، يعني مش تحط الميه والميه ما تغليش. هو يفضل كمان انك تزودي الميه سخنه كمان على فكره، يعني تيجي تزودي الميه تزودي بميه سخنه، اول ما تبتدي بقى تغلي تقومي مهديه عليها النار كده شمعه حاجه بسيطه خالص كده، وتسيبيها مع نفسها مش هتغلي نص ساعه وهتستوي، يعني عكس ما تكوني انت متوقعه. تمام، على فكره انا بعمل هنا فرخه برده، هعملها ببطاطس وكده، انا عامله الطريقه برده بتاعت الفراخ بالبطاطس بتاعكم على القناه، ارجعوا لها، انا مش هصورها بقى النهارده. تمام، شويه كده تاخد وتدي اللحمه مع الشوربه مع الطماطم، وبعد كده اما اجي ازودها هوريها. هبتدي ازود الميه، واول ما تغلي هدي عليها زي ما قلت لكم. خلاص اللحمه قربت تستوي، هبتدي انزل عليها بالملح واسيبها شويه وبعدين هوريها لكم. خلاص اللحمة استوت معايا اهي، هبتدي بقى اللي انا اقدمها في الطبق. بسم الله ما شاء الله، بجد مش قادرة اوصف لكم الريحة اللي طالعة، بجد لو اقدر ان انا اوصل لكم الريحة كنت وصلتها لكم. القرنفل اللي احنا حطيناه مع القرفة مع جوز الطيب عاملين كده ميكس من الروايح، حاجة كده جامدة جدا، وفي نفس الوقت اللحمة مغابتش في السوى معايا، استوت بسرعة، وده طبعا الفضل يرجع للاضافه اللي احنا حطيناها عليها، وفي نفس الوقت الخطوات اللي انا قلت لكم اعملوها، ان انتوا تهدوا مثلا النار عليها، اللهم صل على سيدنا محمد، تحط شويه السكر. تمام كده، وكمان ما تحطوش الملح غير في النهايه خالص، اول ما تقرب تستوي كده تحطوا الملح، ده طبعا بيسرع معاكم السوا. بسم الله ما شاء الله، الريحه حاجه كده جامده، والطعم حكايه، عايزاكم تجربوها بالطريقه دي، وان شاء الله باذن الله هتعجبكم، ومش هتحتاروا ابدا في انكم ازاي تسلقوا اللحمه الكبيره في السن، او ان انتوا تجيبوا حله ضغط او كده، لا لا لا، انتوا هتبقوا ان شاء الله في غنى عن الكلام ده كله. تمام، يا رب بقى اللي تعجبها الوصفه معايا النهارده تشترك معايا في القناه، لو انت مش مشتركه انزلي اشتركي، فعلي زر الجرس، اختاري الكل عشان يوصلك مني كل فيديوهاتي الجديده والمميزه ان شاء الله باذن الله. وطبعا قبل ده كله اضغط اللايك، لان اللايك هو اللي هيشجعني ان انا استمر ان شاء الله باذن الله، وانزل لكم فيديوهات جديده كتير ومميزه. من هنا لغايه لما نتقابل في فيديو جديد، اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.